بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات، مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتحية طيبة لكم دائما عبر قنوات وتطبيق دوري بلس في هذا الموسم وفي الجولة الخامسة بالتحديد في الجوهرة في لقاء الأهلي والفيصلي في مباراة مهمة للراقي الذي ينطلق انطلاقة قوية في هذا الموسم بعد تعثر ربما في ملعبه بالتعادل من أمام تعاون، سجل بعد ذلك 3 انتصارات متتالية وبالتالي في المرتبة الثالثة في سلم الترتيب بعشر نقاط في موسم الدوري، موسم الدوري الأهلاوي 2015، وحينها حقق الأهلي لقب الدوري. اليوم انطلاقة أهلاوية جيدة في هذا الموسم، وعشر نقاط بدون خسارة، تعادل و3 انتصارات. حينما يفعل ذلك الأهلي، حينما يصل الأهلي في بداية الموسم لهذه النتيجة والانتصارات المتتالية، لعبد الله السعيد بينية جميلة وفرصة لمصلحة الأهلي الآن، والسومة السومة يسجل الهدف الأهلاوي الأول، الهدف الأهلاوي الأول، عمر السومة هالمرة بالرأس، وعلى يسار مصطفى ملائكة يسجل عمر السومة هدفه الشخصي الثاني في هذا الموسم. يريد أن يعود هدافا، يريد أن يكون هدافا لبطولة الدوري السعودي للمرة الرابعة بعدما غاب مضطرا بسبب الإصابة في الموسم الماضي. شوف اللعبة، شوف شوف، حط الكرة السومة مباشرة، حلوة الرأسية وصعبة على مصطفى ملائكة لمرمى الفيصلي مباشرة. بابلو باغويدي يقود الأهلي بشكل ممتاز في هذا الموسم، لدينا كرة فيها تصويبة بعيدة جدا وإلى خارج أرضية الملعب على الإطلاق من أمام الأهلي، كرة تصل أمامية، محاولة مرور عرضية خطيرة، وروسي يتدخل ويبعد الكرة قبل أن تصل على رأس عمر السومة. جماهير الأهلاوية الحاضرة في مباراة اليوم يشجعون ويساندون الأهلي ويأملون طبعا لأن يواصل الأهلي انطلاقته القوية وتسجيل. تمرر في هذا المكان الآن وعرضية داخل المنطقة وخطيرة رأسية، صعب الكرة جدا سيلعب المنتخب السعودي استعدادا لبطولة آسيا. تصويبة قوية من السومة ومصطفى ملائكة في مرمى يتدخل، تمرر كرة طويلة إلى الأمام، محاولة وانطلاقة سريعة لمصلحة المؤشر، مرور ممتاز، مؤشر يمرر والتغطية موجودة، تبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة زاوية أهلاوية، ركلة زاوية لمصلحة الأهلي على يسار حارس المرمى مع تقدم إلى الأمام من جانب لاعبي الأهلي، محاولة للوصول مرة أخرى لمرمى الفيصلي، بينية جميلة جدا وفرصة للمؤشر الآن والتصويبة بعيدة جدا، لكن لدينا كرة تصل الآن من جانب وتغطية موجودة من سعيد المولد، حكم المباراة الهولندي يعطي بطاقة صفراء على سعيد المولد، بطاقة صفراء على سعيد المولد، تدخل في الكرة الماضية، هذا التدخل لم يعجب حكم المباراة على الإطلاق وبالتالي يشير إلى خطأ سيد بول فان بويكل حكم الهولندي صاحب 43 عام. حكم شوف هذا الدخول، يتقدم ويمرر، خطيرة للفيصلي، محاولة مرور من جانب كالديرون، انطلاقة أهلاوية
مؤشر مع سومو وخطيرة للمؤشر، يحاول سريع عند القدرة في اللقطة الماضية لكن قطعت من أمامه، يغير اتجاه اللعب تماما، محاولة مرور الآن عند خورادو يصوب. الله الله على خورادو، صوب كرة جميلة وراحت على يسار مصطفى ملائكة، هدف الأهلاوية الثانية، هدف أهلاوي ثاني، خورادو بقدم اليمنى قوية وصعبة قبل نهاية شوط المباراة الأول، يفرح كل الأنصار والمحبين، خوسيه مانويل خورادو هدف أهلاوي ثاني. شوف 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 خورادو استقبل الكرة ومر وصوب، صعبة على مصطفى ملائكة، صعبة على ملائكة من هذا المكان، مركزة ودقيقة ومباشرة في مرمى الفيصلي، 2 للأهلي 2 للأهلي في هذا الموسم في الجولة الخامسة. أيضا أمام الفيصلي لدينا كرة أمامية الآن وخطيرة ورأسية جميلة لكن تمر إلى خارج أرضية الملعب. عبد العزيز البيشي يرتقي في الكرة الماضية ويلعب كرة رأسية ذهبت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى عند العويس، صعب الكرة كانت، شوف الدخول والعرضية بهذا المكان والرأسية البيشي، يمرر كرة بينية جميلة وتصويبة قوية لكن كرة كالديرون الكولومبي دييغو كالديرون، دي سوزا يمرر عند سعيد المولد، عرضية وسومو مرة أخرى، رأسية عمر السومة تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى سليمة على مرمى الفيصلي، سليمة على مرمى الفيصلي. السومة شوف كيف يتحرك، شوف يا جماعة شوفوا كيف يتحرك عمر السومة في هذه الكرة، يكون أقول ربما يكون السيد ميرتشي، هنا كرة فيصلاوية خطيرة لكن أقرب إلى يد العويس، ربما يكون ميرتشي ريدينغ يمرر على جهة اليسرى عرضية خطيرة والكرة تمر سليمة على مرمى الأهلي، خطيرة جدا خطيرة جدا أمام المرمى تماما لكن تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى، فرصة ثمينة لمصلحة الفيصلي في اللقطة الماضية لكن لم تكتمل، كانت أطول من اللازم، أطول من محمد مجرشي اللاعب الذي دخل. يا جماعة الخير يعني صار هنا تصويبة قوية ولكن إلى خارج ملعب، لمن تكون جائزة أفضل جمهور والصراع في هذا الموسم على كل المستويات تماما في بطولة دوري من بطاقة حمراء لعقيل بلغيث، بولفن بابويكل الحكم الهولندي، شوف شوف هذه اللعبة غير أخلاقية على الإطلاق، شوف يعني بالرغم من أن يعني لكن الحركة خطيرة جدا وزميلك في الأهلي شوف يعاتب سعيد، والله يعاتب سعيد، أنت زميلنا سنوات طويلة، شوف في مثل هذه اللقطة دخول كان من جانب عقيل بلغيث وبالتالي وحكم المباراة يعود ويشاهد اللعبة مرة أخرى وربما يكتفي بالبطاقة الصفراء وربما يعتمد البطاقة الحمراء، سنشاهد قرار حكم المباراة السيد فان بويكل ربما يعني لم تكن فيه ملامسة لكن في رفس في اللقطة الماضية وفي تعمد في الإيذاء وبالتالي الحكم تصور أن سيعتمد البطاقة الحمراء، ضربة حرة غير
مباشرة لمصلحة الفيصلي، وكرة خطيرة، الكرة تطول، الكنترول مبهورين بصراحة مما يحدث في من نشاط. هنا كرة أمامية جميلة، عبد الله السعيد أمام المرمى يلعب كرة راسية ذهبت ومرت سليمة على مرمى الفيصلي. جميل المرور، شوف عبد الشافي، يا سلام يا شيفو، يا سلام يا شيفو، العرضية من المصري، شيفو على رأس عبد الله السعيد قريبة من مرمى الفيصلي. تمريرة تعود مرة أخرى في هذا المكان الآن عبد الشافي، والكرة تصوب ولكن مصطفى ملائكة يتدخل. الثاني بينما لدينا كرة أمامية الآن عند عمر السومة، والسومة بالقدم اليسرى يصوب لكن تذهب إلى خارج أرضية ملعب إلى ضربة مرمى. عمر السومة كرة إلى خارج أرضية ملعب، يمر الكرة إلى الأمام، أكبالا يحاول النيجيري، مر أكبالا ومرر خطيرة للفيصلي الآن، وأليكسيس يتدخل ينجح في افتكاك الكرة. تعود من جديد عند كالديرون، عرضية كالديرون والكرة طالت من جانب عبد الرحمن بغريب، وخطيرة لياسوما، وسوما كان من الممكن أن يمرر، يتأخر ثم يمرر، تمريرة وصلت عند عمر، تصويبة منتظرة من عبد الرحمن غريب على جهة اليمنى عند نوح، الكرة قطعت.